احنا في بلد مليانه عربيات بي ام دبليو، مفيش حته ممكن تروحها في اي حته في البلد غير ما تلاقيهم منطورين في كل حته كده، وبالذات الفري سيريز او الفئه الثالثه. ده دايما بيخلق الخناقه ما بين الناس بقى، والمشكله بتاعت هي العربيه دي ام ولا العربيه دي مش ام. فانا النهارده موجود عشان اقدر اعرفكم ازاي تعرفوا الفرق ما بين العربيه الام والعربيه اللي عامله فيها ام. اول حاجه تبص عليها في العربيه اللي انت فاكرها ام، شوف الرفارف عامله ازاي. دايما في الامات الرفارف معضله وارمه كده لبره شويه، اللي قدام امرها سهل ممكن حد يجيبها ويركبها عادي، لكن اللي ورا هي اللي بيبان فيها النفخه، لان هي لازم عشان تنفخها تقطع في الساق، فمش اي حد ممكن يعمل الحركه دي. فبص دايما في ورم هنا ولا مفيش. الحاجة التانية اللي تبص بص عليها برضو هي الفرامل في الام كبيرة جدا، وبعدين مخرمة كده عشان التهوية والبرودة والكلام ده. فرامل تانية في العربيات اللي بيعمل عادية ما تبقاش كبيرة قوي كده، هتلاقي يعني في فرامل غبية جوه، لو ما لقيتهاش اعرف ان ده مضروب على طول. حاجة كمان ممكن تبص عليها مهمة جدا هي اربع شكمانات. اي عربية ام بتنزل باربع شكمانات، طبعا في ناس كتيرة ممكن تركب اربع شكمانات عادي، بس يعني في حالات كتيرة بتبقى ديل شكمان بس مش شكمان، عشان تعرف تروح نازل تحت كده توسخ الهدوء مش هيحصل حاجه. بص فيه علبه شكمان جوه ولا لا، العلبه الكبيره بتاعت الاربعه دي، ها هي دي اللي بتعرف فيها. حاجه تانية برضو ما اعرفهاش غير الجامدين قوي بقى، هو السقف بتاع العربيات الام في اغلب الحالات يعني كربون فايبر. دي برضو حاجه تبص عليها. في ناس بقى على فكره خلي بالك بتحط ستيكر كربون فايبر عشان المنظر، فاول ما تلاقي المنظر ده تعمل ايه، تروح جايه عند الطرف كده وتوفرك تبدا تشيل الستيكر كده، لو اتشال معاك تعرف ان صاحبها نصاب، دي مش عربيه ام. طبعا ما تعملش كده، هو موجود عشان ما يجي هيجي يلطش لك. جوه العربيه بقى في كام حاجه برضو ممكن تستشف منها العربيه دي حقيقيه ولا مضروبه. اولهم الكراسي، بس الكراسي امرها سهل، يعني ممكن حد يشتري طقم كرسيين او طقم صالون ويركبه عادي مفيش حاجه. لكن في حاجتين ممكن تعرف منهم العربيه ام ولا مش ام. اول حاجه العدادات، صعب قوي ان حد يجيب عدادات يعني. والحاجه اللي هتاكد لك ان العربيه ام الفتيس، لو لقيت فتيس بتاع الام ده اللي هو شكله مختلف عن العربيات العاديه، اعرف على طول ان دي ام يعني حقيقيه ما بيهرجوش. طبعا من الحاجات المهمه جدا اللي تقدر تعرف بيها العربيه دي ام ولا لا هي لما تدور وتسمع صوتها بقى. اول ما تلاقي الفرقيه دي اعرف ان دي ام، يعني ايه مصروف عليها. واخيرا لو كل الحاجات دي ما اقنعتكش العربيه ام ولا لا، استنى بقى لما صاحبها يجي ويطلع بيها. لو طلعت بالمنظر اللي انت هتشوفها تطلع بيه دلوقتي ده، اعرف كويس قوي ان العربيه دي ام.